أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. انطلقت أمس بمحافظات القاهرة الكبرى حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال. تستهدف هذه الحملة تطعيم نحو 3.2 مليون طفل بالمحافظات الثلاث. جدير بالذكر أن آخر حالة مصابة بشلل الأطفال تم الإبلاغ عنها في مصر كانت في عام 2004. سنحاول أن نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذه الحملة مع دكتور عبد الناصر صقر وكيل وزارة الصحة بالجيزة. دكتور عبد الناصر صباح الخير. هذه الحملة ربما لم تأخذ نصيبها من المتابعة الإعلامية بسبب الظروف الراهنة، فلو تضعنا في تفاصيل هذه الحملة. والله هو يعني قبل ما نتكلم عن الحملة احنا عاوزين بس ندي ضوء كده على موضوع التطعيمات عامة. تمام. يمكن كثير من الشعب حاسس بالمستشفيات والعلاج في المستشفيات وزيادة أو نقص الحاجات، لكن لو هنتكلم على الحقيقة ان القطاع الوقائي في الصحة له اهتمام كبير جدا جدا جدا، ويمكن بيأخذ أكتر من 75% من اهتمام الصحة، لأن ده قبل ظهور المرض. يعني المفروض أنا بشتغل مش بس أعالج المرض، لا، أنا قبل ظهوره لازم أكون متواجد ومقدم الخدمة للمواطن بحيث ما يحصلش المرض. الوقائي اللي هو متعلق بالتطعيمات بس ولا بحاجة؟ التطعيمات والمراكز الصحية المنتشرة في الأحياء كلها. تمام. فإحنا لو قلنا يعني إن لو بفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حضرتك ذكرتي إن فيه من سنة 2004 لم تظهر حالة، فده بفضل في رأيي الشخصي قطاعين: قطاع الصحة رقم واحد، قطاع الإعلامي رقم اثنين. لأن الحمد لله إحنا نجحنا الصحة مع الإعلام إنها بقى فهم وثقافة تطعيم الأطفال بقت موجودة في كل بيت على أي مستوى اجتماعي. نعم. فبقى الناس بتقبل على التطعيم في المواعيد الثابتة، الناس حريصة جدا إنها تطعم أولادها، وده كان بفضل التواجد الإعلامي مع التواجد الصحي وتوفير هذه الأمصال المتوفرة في كل مكان. يمكن نعم. نحن نعرض الآن على الجزء الآخر من الشاشة من يعني لقطات حية ومباشرة من مراكز طبية تحديدا في منطقة الطلبية. نعم. فطبعا كانت الفضل لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا إن الحمد لله الصحة مع الإعلام نجحت في رفع ثقافة المواطن على أهمية هذه التطعيمات، وده كان نتيجته إن شلل الأطفال كمرض لم يظهر في مصر من سنة 2004، الإضافة أنه من سنة 2005 اختفى الميكروب من التربة المصرية خالص. ولكن طالما أن في ميكروب لسه موجود في أي دولة في العالم، فلابد أن التطعيمات الروتينية الخاصة بشلل الأطفال تستمر في العالم، وبالتالي هي مستمرة عندنا. مستمرة احنا كمان عندنا روتينية عادي خالص غير طيب. من غير حملات يعني عدد المستفيدين من الحملة، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، عندنا احنا في الجيزة حوالي 1.3 مليون. لكن بشكل عام لا، العدد اكبر بكتير، ده يعني ممكن يصل الى 12 مليون مثلا. المستهدف يعني الميكروب طالما اختفى من مصر فاحنا في امان. لكن بدم موجود لسه في اي حته في العالم ممكن يخش لي، وده اللي مخلينا عندنا في شبكه ترصد لظهور الميكروب في اي منطقه. تمام. خلينا نوعي الناس ايه اهميه الحمله دي، ليه لاقل من 5 سنين بس؟ اللي بعد 5 سنين مش معرض، ولا عشان هو اكيد هو خدها طعم وخد المناعه الكامله اللي تخليه حتى لو تعرض للميكروب ما يجروش المرض. طب لو ما كانش خدها لو ما كانش الطعم وسنه فوق 5 سنين، اعتقد احنا ما عندناش حد ما طعمش. ما انا دي الكلمه اللي انا بدات بيها الكلام، ان الحمد لله ان ثقافه التطعيم عند المواطن المصري بقت قويه على كل المستويات. تمام. لكن لو ما طعمش وفوق 5 سنين بياخد التطعيم، ولا خلاص التطعيم ده قبل 5 سنين بس؟ لا لا، والتاخد دلوقتي ما دورش في اي حاجه، ما يدورش في اي حاجه. لكن انا عاوز اقول احنا عندنا دور، مثلا انت لفتت نظري لحاجه خصوصا في المناطق الريفيه، عندنا حاجه اسمها الرائده الريفيه. يعني عندنا في الجيزه اكتر من 500 رائده ريفيه. الرائده الريفيه دي لها دور في التواصل المجتمعي. انا عندي في الشهر بيتم اكتر من 50,000 زياره للرائده الريفيه، بتزور الاسر في بيوتها، تديها توعيه الحمل، متابعه الحمل، ما بعد الحمل، ثقافه التطعيم، الولد راح الطعم ولا لا. فموضوع التطعيم ده ان محدش خده، اعتقدش يعني مفيش حد بياخده في مصر دلوقتي. انا بقولها وانا مطمئن جدا ان ثقافه المواطن المصري انه يطعم ابنه بقت ثابته. واقول طيب ان اكتر من 99% بيطعم في المراكز الصحيه بتاع وزاره الصحه. في المراكز الصحيه بتاعت طيب وزاره الصحه مجاني. دكتور عبد الناصر، خلينا نقول للناس فين بس ياخدوا تطعيم وفين ما ياخدوش تطعيم. يعني ايه فين؟ يعني في اي اماكن؟ في المراكز فقط الان؟ لا، الان احنا عندنا 3 انواع من الحمله. طيب. الحمله في الاماكن الثابته اللي هي المراكز الصحيه بتاعتنا، عاملين اماكن ثابته في الشوارع ومعلقين البادج بتاع الصحه، وفي مجموعات متحركه بتمر في الشوارع الكبيره في العمارات
ينزل لها الناس طعام. عشان بقى احنا في حاله عشان الناس تطمئن ما تخافش كويس. بس عشان احنا بقى في حاله انفلات امني ومحدش فاهم مين مع مين، فمين اللي يضمن للست اللي في البيت دي ان اللي هيخبط عليها ده او دي من هذه الحمله مش اي حد معاه اي حاجه؟ احنا بنخبط على العماره، ما بنطلعش شقق على العماره. دول حاطين البادج بتاع الصحه. البادج ده انا ممكن اعمله يعني اي لا مش ممكن تعمليه قوي، ممكن اي حد يعمله. لا 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 البادج لا 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 لا. وبعدين اصل تطعيم شلل الاطفال ده نقط يعني ما هواش فيه خطوره، مجاني مجاني خالص. طيب اذا حد طلب من ست البيت دي فلوس ما تدلوش؟ انا يعني انا اقول ما تدلوش، لكن انا مش متخيل ان حد هيطلب، لان بقول لك ثقافه تطعيم شلل الاطفال انها من سنين، مش عاوزين ندعيها لفتره. لكن الاضمن انها تروح المركز، تروح تاخده في المكان من بتاعه. من باب توفير الخدمه يعني مش في حاجه. انا فاهمه، لكن يمكن ده كان قبل كده ممكن يتعمل، دلوقتي ممكن يبقى عليه شويه تحفظات. التحفظات هتبقى على القائمين بالخدمه مش على متلقي الخدمه. يعني ديت الصعوبه على الناس بتاعتي اللي رايحه تقدم الخدمه، لكن اللي قاعد في بيته وبيلاقي البواب بتاع العماره ولو سمحتم الصحه تحت عشان تطعم، بينزلوا يدوهم النقط ويمشوا. الصحه دي معها اي حاجه تانية غير البادج يثبت شخصيتها؟ اصل احنا برضو خلي بالك حضرتك ان احنا يعني مثلا عندي في الجيزه 3400 فرد مش كلهم من الصحه. ففي ناس متطوعه وفي ناس واخده اجر، والفئات المتحركه بتتحرك بعربيات سواء كان بتاع الصحه او مجرينها ومحطوط عليها بادج الصحه. الحمله دي تبتدي امتى؟ بدات امبارح وهتستمر لغايه يوم الخميس، خمسه ايام فقط. نعم. بعد يوم الخميس الناس دي مش تبعكم، اللي هيروح يخبط على بيوت مش تبعكم. لا مش بعد يوم الخميس مش تبعنا، لكن المراكز شغاله زي ما هي. المراكز شغاله، المراكز بتاعتنا شغاله زي ما هي، لكن الحمله اللي هتروح تخبط على الناس بعد يوم الخميس اي بعد حد يوم الخميس ده مش تبعكم. بعد يوم الخميس الساعه 3 انتهت الحمله، خلصت. طيب. الحمله، هل الناس الحق انها تقلق من عوده هذا المرض مره اخرى؟ خالص. مع انه لا داعي للقلق خالص. ده المفروض يعني احنا سعداء ان احنا مجرد ان دخل ميكروب حي اكتشفناه، واكتشفناه في منطقه الهجانه. المفروض الاريا اللي او المساحه اللي هتتحقق حواليه اللي تطعم حواليه مساحه قليله جدا، احنا يمكن وسعناها زياده شويه عن المتعارف عليه في منظمات الصحه العالميه، احنا زودناها شويه عشان ناخد يعني الجيزه كان هيطعم فيها المنطقه الحضريه هنا القريب، فاحنا مع الاتصال بوزاره الصحه وافقنا ان احنا نعملها محافظه الجيزه كامله. وجوده في الهجانه ده يعني ظهر باي شكل؟ يعني في المجاري بياخدوا عينات، ما قلت لك فيه جهاز ترصد البيئه مع الصحه، بياخدوا عينات دوريه من التربه ومن المجاري. هذا الفيروس لما ظهر وعملوا الصفات الوراثيه بتاعته طلع مصدره باكستان على فكره. وايه اللي جابه من باكستان لغايه اي مواطن كان في باكستان، اي مواطن باكستاني وصل، المهم هو ظهر في المجاري في الحته دي. طيب بس ما ظهرش على اطفال؟ ما عندكوش اي حالات؟ ولا حاله ظهر عليها المرض، نطمن الناس خالص. ولا حاله؟ ولا حاله في مصر، ولا حاله في مصر ولا حاله في الجيزه؟ في مصر. لا لا لا، في جمهوريه مصر العربيه كلها. احنا عندنا من سنه 2004 لم ترصد حاله واحده. تمام. هو التطعيم ده كان مستمر حتى على مستوى السنين اللي فاتت؟ طبعا التطعيم الروتيني للاطفال لشلل الاطفال ماشي، ما وقفش، الروتين عادي خالص، وكل الاسر عارفه بيبقى معاها شهاده الميلاد او كراسه مخصوصه بيكتب فيها التطعيمات ومواعيدها، يعني هو بياخد التطعيم وهو بيتكتب له التطعيم الثاني جاي امتى. فما عندنا يعني انا يعني احنا مطمئنين ان فعلا بقى فيه وعي عند الاسر لتطعيم اطفالها مطمئن في كل التطعيمات مش شلل الاطفال بس. دكتور عبد الناصر، بصفتك المسؤول عن صحه المواطنين في الجيزه، دعنا نتعرف على المنظومه الصحيه في المحافظه، المستشفيات شكلها ايه تحديدا؟ المستشفيات الحكوميه. والله احنا المستشفيات الحكوميه يعني في تقدم ملفت للنظر، ولكن احنا رغم كل الاضرابات دي في تقدم؟ رغم كل مفيش اضرابات دكاتره الحمد لله دلوقتي خلاص وقفت. بس كان في فتره طويله جدا، كان في فتره شهر ونص. ولكن برضو الطبيب حسه المهني عالي جدا، كان لو في اضرابات في الحالات اللي هي بنسميها احنا كورد ما هياش طوارئ، الا ان الطوارئ كانت شغاله بنسبه كبيره جدا جدا جدا. طيب انت بدات كلامك بان هناك تقدم كبير، تقدم في ايه؟ اولا يعني احنا عندنا في مشاريع في الجيزه، لو سمحتي لي اتكلم في الجيزه. احنا بنعمل حاجات يعني يمكن في شهر 3 اللي احنا فيه ده هيظهر حاجات كبيره جدا جدا. يمكن عندي في مستشفى المصريين بيتعمل استقبال مش عاوز اقول خمس نجوم، بتعمل عنايه مركزه، احنا بنركز في الحاجات اللي فيها نقص شويه، يعني مستشفى المصريين هنعمل فيها 23 سرير عنايه مركزه، بيتعمل فيها مركز سموم، وده اول مركز سموم يتعمل في مستشفيات وزاره الصحه.
بيتعمل فيها وحدة قسطرة، قسطرة قلب من جهزة خلاص خدنا الموافقة عليها عشان نقل شوية الزحام والويت اللي هو قائمة الانتظار في المعهد القلب، بيتعمل فيها وحدة قسطرة، بيتعمل فيها مركز تشخيص وعلاج الجهاز الهضمي، مناظير الجهاز الهضمي. عندنا في خط الصعيد ده كله عاملين مراكز طوارئ مستقلة في كل المستشفيات. يعني عندنا في الحومدية مركز طوارئ 7 أدوار، الحمد لله المحافظ السيد المحافظ اعتمد له 7 مليون جنيه لاستكماله، ده تم الانتهاء من 85% من انشاءاته. عندنا نطلع البدرشين مركز طوارئ، مركز طوارئ مستقل غير المستشفى هيفتتح في شهر 3. الصف والعياط واطفيح عندنا مركز طوارئ هيفتتح في خلال 6 شهور. ابو النمرس شوف بروح بيجي الاماكن المتطرفه، مش هتكلم جوه الحضر بس، برضو مركز طوارئ هيفتتح في شهر 3. عندنا في مستشفى رمد الجيزة مركز مكافحة العمى، مركز كبير جدا هيفتتح في شهر 3. ففي الحمد لله يعني الخريطة الصحية في الجيزة بمساعدة السيد المحافظ ومساعدة السيد الوزير، يعني الحمد لله ما اقدرش اقول متاخرين عننا، داعمين في كل حاجة هنا. طب خلينا نتكلم على الامراض الوبائية وحجمها في الجيزة. فيروس سي مثلا، فيروس سي برضو محافظة الجيزة، ما احنا قلنا دايما الوقاية خير من العلاج. احنا في مرحله خلاص الناس اللي خدت فيروس سي، احنا مع بالاتفاق والتعاون مع جامعه القاهره استاذ الدكتور جمال عصمت استاذ كابي المشهور، عاملين مسح لمحافظه الجيزه كامله حضر وريف، طيب، لاكتشاف الحالات وتحديد حجم المشكله وعلاج الحالات دي بالانترفين والحاجات دي مجانا. عاملين مسح ولا عملتوا مسح؟ شغالين فيه. طب وايه النتائج لغايه دلوقتي؟ النتائج ان في نسبه الاصابه كبيره مش صغيره، حوالي، لا رقم ما اقدرش اجاوبك لانه لسه شغالين، بس نسبه كبيره انت بتقول. لا يعني مش ده لا يخفى على احد ان النسبه كبيره اصلا في كل حته، مش بس عندكم. لا ما انا عاوز اقول لك حضرتك ايه، ده دي حاجات خلاص حصلت. لكن دلوقتي بدا التطعيم للفيروس سي، بدا بقاله فتره، فطبق التطعيمات ديت هتخلي في المستقبل هذه الحالات هتقل. التطعيم ده لفيروس سي من سن كام؟ لا ده من الشهور الاولى، مش من سن، من سن زيرو يعني. اول ما يتولد بياخد التطعيم. هل في توعيه بالنسبه له، الناس واعيه ليه زي مثلا تطعيم ضد الشقشله للاطفال؟ ان ده المعروف احنا بنكتب ان الطفل بيروح، حتى ممكن مش شرط الست تبقى عارفه بيطعم لايه، لكن بدام جالي انا اللي بعمل له الجدول وبقول لها تعالي يوم كذا وبديها التاريخ وبديها الميعاد. تطعيم فيروس سي موجود في الجدول؟ موجود في الجدول طبعا، بقى له فتره، ده بقى له اكتر من 3-4 سنين. احنا برضو احنا الفيروس سي والالتهاب الكبد الموجود الان، احنا بندفع ثمن فاتوره قديمه، طبعا فاتوره قديمه جدا. يعني احنا عشناها احنا في جيلنا، كان ما في الحقن البلاستيك دي ما كناش نسمع عنها، كان كله حقنه ازاز بتتغلي. نفس علاج البلهارسه زمان، كانت الحقنه بيتحط فيها الخمسة سنتي، بكل مريض بياخد سنتي بنفس الابره. فاحنا بنتكلم الكلام ده تاريخي، ولكنه كان موجود وما كانش الثقافة حتى على مستوى العالم، يعني العالم كله كان بيشتغل كده. بنتكلم على العالم، الله يخليك. لا 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 لا، احنا بعد اذن حضرتك، يعني احنا عندنا الكفاءات الطبية. انا لا انسى في يوم من الايام دكتور راح يتعالج من الكبد بره، انا هقول الاسم لانه خلاص مات فمش هنبقى بنعمل دعاية لحد، قال له انت جاي تتعالج كبد في الحتة الفلانية وانتوا عندكم الدكتور ياسين عبد الغفار. يعني احنا عندنا قامات علمية هايلة جدا 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 مع الوقت الحالي، وابتدأت يعني توفير الإمكانيات الطبية أو الإمكانيات المالية للبحث العلمي وحسينا بقيمته. أعتقد والله أعلم إن إحنا في قطاع الصحة هياخد حقه. طيب نرجع لفيروس سي اللي أنتوا اكتشفتوه بنسب كبيرة جدا، بعدين هتعملوا إيه بقى يا فندم؟ ما هو الرز ده رز، حضرتك بتكلمي على الانترفيرون مجاني، مجاني. يعني أي حاجة محتاجة، مش كل الحالات محتاجة انترفيرون، احنا بنرصد لحالة عشان برضو نعمل حجم المشكلة وتوقعاتنا انها هتحتاج مننا ايه بعد كده. فالمشكلة يعني في ناس كتير جدا 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 بتكشفهم ان عنده فيروس سي وخلاص وعدى ومش سايب اي اثر، تاخد بجرعة معينة لهذا المرض، صادف شخص لسه شاب فالمناعة بتاعته قوية فخلاص اتخلص منه اكنه طعم على فكرة. يعني في اصابات، يعني مثلا فيروس ايه، ما هو A و B و C وحاجات كده، الـ A ده اما بياخده وابدأ بيجي في الاطفال اكتر، اما بياخده الطفل بياخد حصانه مدى الحياه، خلاص عنده مناعه خلاص ما يجيلوش تاني، لا يمكن يجيله تاني. ففي ناس خدت وحصل عندها اللي هي الاجسام المضاده، الاجسام المضاده بيقول لي ان ده خد الفيروس في لحظه معينه، لكن مش حامل له خلاص ولا مصاب بيه، خف. فده بنرصده، بنقول ان ده خد العدوى في لحظه معينه ولكنه الان ليس مريض. نعم. احنا بندور اللي هو عنده النشط، اللي عنده التهاب كبد نشط، النشط ده ان انا ببقى حريص جدا وده جزء من الوقايه ان انا اعالجه
وحوله بقى مبقاش نشط، عشان النشط ده ممكن يعدي بقى المجتمع ويعدي الاخرين، وده نوع من انواع الوقايه للمجتمع ان انا اعالج النشط. نعم. في ايه تاني اوبئه نحب تحب نعرف الناس نوعيها انها مهم تطعيم ضدها زيها زي شلل الاطفال؟ والله المهم جدا عندنا ونسبه بتتواجد اللي هو الضرن. اللي هو ايه؟ الضرن. اه تطعيم الضرن برضو روتيني موجود، ولكن عندنا مشكله ان درجه فوران اللبن ليست كافيه للانتهاء من الميكروب لو الميكروب في ضرن. فبنقول للناس اغلوا اللبن صح. يغلوا اللبن في اناء كبير يبقى اللبن فيه اقل من مستوى نصه، ونقول لهم ان الفوران اللبن ان اللبن يكون ايه؟ يكون اقل من في مستواه في الاناء، اقل من نص الاناء عشان ليه؟ عشان ما يبقاش الفوران اروح قافل. هاتي لي واحده ست اللبن ما فرش عليها بعدها في البوتاجاز ما اعتقد. فلو محطوط في اناء كبير هنقدر نقول يقدر يغلي، لازم يبقى الفوران ده مش درجة اول ما بيفور الست بتقفل البوتاجاز. تعرف الناس دلوقتي بتشتري اللبن ده من يعني من السوبر ماركت دلوقتي في العلب المقفوله، هل ده كمان لازم؟ لا ده ممتاز. واحنا كان في قانون لم يفعل اللي هو بسترد جميع اللبن. يعني حتى اللبن البلدي كويسه. طبعا انت بتوصلي درجه غليان عاليه جدا وتنزلي درجه تبريد مفاجاه، ده ببساطه فديت لا يمكن يكون معاها ضرر، لكن ما زال اللبن البلدي بتاعنا موجود والناس بتستخدمه اكتر من ده. يعني احنا جينا في فتره من الفترات كان الضرر بدا ينحسر جدا، هتستغربي كان سبب انحساره ايه؟ ان اللبن البودره كان ارخص من اللبن البلدي. فالناس بقت تلجا ليه كمصدر لبن ورخيص، فده ما فيهوش ضرر، مجفف بودره. طيب الالبان برضو اللي موجوده دلوقتي في السوبر ماركت اللي هي في العلب، لا دي امينه طبعا. لكن حتى دي فيها انواع، يعني فيها النوع اللي مكتوب عليه انه طبيعي وما تقدرش يعني صلاحيته 5 ايام مثلا او 7 ايام بس، وفي اللي بيقعد 3-4 شهور. ده ملوش دعوه خالص، ملوش دعوه بقى، لا يمكن ينقل مرض. ده حتى اللي قاعد 5 ايام بس وبيقولوا عليه مش مش عليه مواد، دي كواليتي مش 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 انفكشن، مش مش عدوى يعني، ده هيخسر هيبقى يتجمد هيقطع. لكن ملوش دعوه بان فيه الضرر. فبرضه احنا بننبه على ان التطعيمات للضرر مهمه جدا جدا جدا. لا بس ايه الفرق بين اللي بيقعد 5 ايام بس؟ ده شيء في التصنيع واللي انت بتجيبه من بتتكلم التصنيع دلوقتي مش صح. لا انا بتكلم ما هو ده يعتبر زي اللبن الطبيعي اللي حضرتك بتحذر منه. بس ده مر مرحله البسطره اللي بقول عليها. برضه مر؟ اكيد مر. طبعا. ده متحط في علبه يبقى خلاص، ده لازم بتم تحط في علبه يبقى اتغلى درجه عاليه جدا واتبرد بتبريد مفاجئ، ده التبسيط للامر يعني. فده امن خلاص. انا عندي اللبن البلدي لو غلتيه غليان كويس هيبقى كويس، هيبقى كويس، مفيش مشكله، مفيش مشكله فيه خالص. لكن هي الناس بتستسهل او بتعتقد ان هو اذا غلى مره خلاص. ده فار بقت. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الناصر الصقر وكيل وزاره الصحه بالجيزه للمواطن المصري، عشان بس فعلا فعلا محتاجين في ال5 ايام دولت يبقى في تكثيف. عشان الناس تتفاعل مع الحمله عشان ان شاء الله تاتي يعني ثمارها ان شاء الله. ونقول للناس اللي يجي لكم بعد يوم الخميس ما ملوش علاقه بيكم، لا اللي هيجي لنا المراكز بتاعتنا مفتوحه. لكن احنا الفرق الثابته او المتحركه في الشوارع بتنتهي يوم الخميس. شكرا أشكرك جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عبد الناصر صقر وكيل وزاره الصحه بالجيزه، اشكرك جزيلا. شكرا. الان نتوقف عند قصر قصير في درجات حراره اليوم.